الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، من الأمور الصغيرة التي لا يهتم بها كثير من الناس ما يرتبط بعلاقات ألسنتهم مع الآخرين. اللسان يتحرك في داخل فم الإنسان ويحرك شفتيه، ولا يوجد أحد يمنعه أو يراقبه في ذلك. من السهولة بمكان أن أحداً يستغيب غيره، يتهم غيره، يهين غيره، لأنه حركة الشفتين، ويظن أن حركة الشفتين هذه لا تؤثر كثيرا، يعني حتى عند أولئك الملتزمين بعدم ارتكاب المحرمات باليدين بالرجلين بمختلف الأعضاء، حينما تصل القضية إلى اللسان يظنون أن أمر اللسان سهل، فإذا قالوا كلمة ضاعت هذه الكلمة في هذه الأجواء، سواء كانت تلك الكلمة في غرفة مغلقة أما بين الناس، سواء سمعه الطرف الآخر أو لم يسمعه. نحن اليوم نعرف أن البشرية اكتشفت أن ما يقوله الفرد لا يضيع، يعني كلمة أنت تقولها الآن ثم تسكت، فتظن أن هذه الكلمة التي أطلقتها انتهت، لكن تبين أن هذه الكلمة لا تنتهي. أولاً، هذه وسائل التي تسجل علينا صوتاً وصورةً ومع حركة الشفتين وحركة اليدين. ثانياً، يقولون أن كل ما قيل في السابق يمكن بمرور الزمن أن نصنع أجهزة نسترجعها، يعني لعله نصل يوم من الأيام إلى آلات تسجيل، مو تسجل الكلمات اللي الآن نطلقها، إنما الكلمات التي أطلقناها من قبل، ولعله نصل إلى يوم نسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب في أصحابه، أو الإمام علي وهو يخطب بالكوفة أو البصرة، أو أصوات غربة أبي عبد الله الحسين في كربلاء. فالكلمات لا تضيع، هذا فيما يرتبط بالجانب المادي. أما فيما يرتبط بالجانب الغيبي، فكل ما يفعله الإنسان وكل ما يقوله الإنسان تسجل عليه صوتا وصورة، وقبل لحظات من وفاته يرى نفسه منذ طفولته إلى تلك اللحظة ويسمع ما قال، ونفسه راح يشوف هذه الأشياء، يشوفها ويسمعها، بمعنى أن هذه الكلمات التي قيلت سجلت لنا أو علينا لا سمح الله، وما فعلناه من حركات أيضا كلها مسجلة. الزمان يسجل، الزمان يسجل علينا ما نقول، المكان يسجل، الهواء يسجل، أعضاؤنا تسجل، حتى هي أعضاءنا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الآن في علم الآثار، حينما يذهبون إلى رجل معروف في التاريخ، أفرض واحد من الفراعنة، يكتشفون بأي مرض مات صاحب هذه الجمجمة وفي أي عمر كان، يعني شنو؟ يعني يقرؤون الجمجمة، في داخل هذه الجمجمة مسجل أن هذا صاحب شلون مات. بس الجمجمة ما متأثرة بشيء، يعني دمه تأثر، أعضاءه، دماغه، قلبه توقف، كل هذه راحت، بس كل هذا مسجل في عظامه، ومن ثم يستطيعون أن يعرفوا ما حدث به. على كل حال، نحن مع اللسان امتحان، لنا مع اللسان امتحان صعب،
من لا يستطيع أن يعمل كنترول على لسانه، أن يضبط لسانه، ما يقدر يضبط شيء ثاني. هذا اللي هو أسهل شيء بيدك وأنت ما قادر عليه، تطلق الكلمات بلا حساب، كيف يمكن بعدين تضبط بقية الشهوات بقية الرغبات؟ أحياناً تمر عليك حالة جماعة قاعدين يعجبك، تطلق نكتة تضحك الحاضرين، وفي تلك النكتة والظريفة إهانة لشخص ما حاضر أو غائب. اضبط نفسك، لا تطلق هذه النكتة، خير إن شاء الله. أحياناً تريد فريق خبر تنقله، صاحب الخبر ما يعجبه هذا ينتشر، أو أحياناً أحدنا ينشر مثالب الآخرين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، شغلة ما فرد واحد سواها، ما حد شافها، الله ستر هذه الشغلة عليه، أنت ليش ما تسترها؟ على كل حال، ما يرتبط باللسان وبما في ذلك قضايا سنذكرها فيما بعد لعل في الليالي القادمة، قضية مهمة وخطيرة. ربنا يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لا يكون أنت تطلق لقب صاحب اللقب ما يعجبه. نحن مكلفون بحديث شريف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مكلفون بأن نذكر أحب الأسماء للأشخاص. شوف شن الاسم اللي يعجبه جيبه، يعجبه جيب اسمه، جيب يعجبه الكن، يقول أبو فلان يعجبه، قل له أبو فلان. أنت جرب هذا اللي راح أقول لك إياه. إذا راح أقعد موظف وهذا الموظف كان سيء الأخلاق ما يريد يمشي شغلات المراجعين، اسأل اسمه شنو، كنيته شنو مثلا، فشنو اللي يعجبه يقولوا له، يجيبون اسمه لو يجيبون الكنية مالته أو اللقب ماله. فأذكر الشيء اللي يحبه، قل له أبو فلان شلون صحتك، شوف إيش قد يكيف الإنسان، يحب نفسه ومن ثم يحب اسمه. وأحب الأسماء إليه، فإذا ذكرت ذلك في الحقيقة خليته في جو إيجابي، فإذا طلبت من عنده فرشي يسوي لك إياه. بس على كل حال هذا الجانب الإيجابي. الجانب السلبي، ما يجوز لنا أن نتنابز بالألقاب. أن رواية شر الناس من اتقاه الناس لشر لسانه، يعني أكو فرد واحد لسانه لسان وسخ حسب تعبيرنا، الناس يشردون من عنده، ما يردون يتفاوضون وياه، ما يردون يتجادلون وياه، ما يردون يتكلمون وياه. ليش؟ لأن يخافون من لسانه. هذا شر الناس، شر الناس من اتقاه الناس لشر لسانه، لأن لسانه شر، فالناس يتقون ويشردون من عنده. شوفوا إخواني، كلنا نعرف أن سرقة أموال الآخرين من المحرمات الكبيرة، والكل القوانين على وجه الأرض هذه تقاضي السارق، تحكم عليه وتغرمه، غير المال المسروق يأخذه يعطوه لصاحبه، بإضافة إلى ذلك ربما يسجن ربما يعذب لأنه سرق. زين، يعني الإنسان محترم، مال أيضا محترم، دم محترم، يعني هل يجوز أن أحدنا يقتل أحداً؟ لا. ليش؟ لأنه لما نقول الإنسان محترم، رب العالمين كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فإذا أنت لازم تكرمه، ما يجوز لك أن تريق دمه من حرام أو تستحل ماله. زين، وكرامته شلون؟ وسمعته شلون؟ يعني يجوز فرد واحد يسقط سمعة إنسان، يسقط شخصية إنسان؟ يعني مثل ما يجوز أن يسرق أحد مال أحد أو يريق دمه، لا يجوز له أن يهينه، لأن الناس يعيشون عادة على سمعتهم، على ثقة الناس بهم. مرة كنا نتحدث حول الغيبة، أنه أحياناً من يغتاب أخاه رب العالمين كل ثوابه يأخذه يعطي لذاك، يعني هل قد صلى هل قد صام كله راحت يمزق. فواحد سأل قال يعني سيدنا معقولة الرجال تعبان وهل قد صلى وصام بكلمة غيبة كل ثوابه يروح لصاحبه؟ قلت له إيه، هذا الرجال 30 سنة 40 سنة محافظ على
شرفه، محافظ على كرامته، محافظ على سمعته. أنت بكلمة تسقط سمعته، 30 سنة تعب على هاي السمعة، أنت بغيبة بتومة بنميمة باستهزاء بالنسبة إليه، تسقط سمعته بين الناس. وكما يحدث هذا بالنسبة لك فهذه جريمة كبرى، بناء عليه رب العالمين يسقط كل توابع مالك، أصلا يأخذها يعطي لصاحبك. وإذا ما عنده الشخص ثواب يوم القيامة، الله من عقاب ذاك وذنوب ذاك يشيل من عنده يحطه على هذا. الإنسان كريم ومحترم، كل المسلم على المسلم حرام كما يقول النبي، دم عرض. عرض يعني شنو؟ مو يعني زوجته، عرض اللي يرتبط به هو، هذا هم عرض الإنسان، سمعة الإنسان، كرامة الإنسان، ثقة الناس بهذا الإنسان، هذا حرام عليه. قضية مو قضية سهلة، واحد يطلق الكلمة ويمشي ويروح. من جملة الأمور التي نهينا عنها الاستهزاء. الاستهزاء ليس ذنبا واحدا، أكو بعض الذنوب هذه عبارة عن ذنب واحد. السرقة ذنب واحد، واحد راح باقي فلوس واحد ثاني، هذا ذنب واحد، ذنب السرقة. لكن الاستهزاء، النميمة، الغيبة، التهمة، تنابز بالألقاب، الغمز، اللمز، كل واحدة من هذه مو ذنب واحد، مجموعة ذنوب. أولا تحقير، لا يجوز أن تحقر مسلما. يوم اللي تستهزئ به يعني تعتبر نفسك كبير، فهذا تكبر حرام. تعتبر ذاك حقير فهذا حرام. هذا الأمر يسبب فتنة، الفتنة حرام. هذا الكلام الذي يقوله بالنسبة إلى صاحبه يسبب تقاطع، العلاقات كلها تنهار بناء على كلمة، بناء على تهمة، بناء على استهزاء. مجموعة ذنوب تشوف مجتمعة في هالنوع من الأشياء ومنها الاستهزاء. سبحان الله، في القرآن الكريم هواي عندنا كلمة استهزاء، يعني مو مرة ومرتين. ربنا يقول يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يستهزئون بالأنبياء، يعني يحقرون النبي فيستهزئ به. سبحان الله، لاحظت شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فتح مكة وبسط سلطانه على الجزيرة العربية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ودخل الناس في دين الله أفواجا، عفا عن بعض من قتل أصحابه، حتى وحشي اللي قتل حمزة عم النبي، هذا البطل المغوار سلام الله عليه، والذي قال رسول الله عندما اقتل عمه حينما رآه وقد مثل به، لأن قطعوه وطلعوا كبدته وقلبه زين، قال لئن مكنني الله من قريش لأمثلن ب70 منهم، فنزلت الآية الكريمة فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لا، فقال إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. لكن نفس هذا وحشي حينما فتح النبي مكة هرب إلى الطائف، فد واحد يعرف هناك قال لها، قال بابا إجا أنا قاتل عمه ومثلت بي وطلعت كبدته والكبدة أعطيتها لهند، وهذه سوتها القلادة وخلتها في صدرها وتمشي ما بين نساء قريش وتفتخر في مكة. قال أنت ما تعرفها، هذا ما يريد شيل نفسه، لا أسألكم عليه أجرا، هذا يريد هذا الدين ينتشر والناس يهتدون. روح يمه متنكر، متنكر يوم اللي تجلس يمه ارفع صوتك بالشهادتين ثم اكشف عن نفسك. هذا هم اجى الى مكه، دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، تشهد الشهادتين ورفع اللي كان مغطي به وجهه، فقال النبي اوحشي انت؟ قال ايه. قال قل لي كيف قتلت عمي؟ فقام يبين انه هين طلبت من عندي، اما ان اقتلك، واما ان اقتل عليا، واما ان اقتل حمزه. شفت انت ما اوصل اليك، اصحابك يحومون حولك، علي متنبه جدا. الامام علي سلام الله عليه
كان في المعارك والحروب، بس هذا مجاله مو هنا، لكن يدور حول نفسه. فشفت علي ما أقدر عليه، لكن حمزة بطل، فتعقبته ومن بعيد رميت الرمح عليه، سقط على الأرض، قام من مكانه مرة مرتين، ما قدر. على كل حال اجيت ذبحته واستلت. قال غيب وجهك عني، لأنه كل ما أشوفك أتذكر عني. روح بعد ما أشوفك، ما سوالش، عفى عنه. عفى عن قريش في مكة المكرمة حينما جمعهم بين الصفا والمروة، ما الذي ترون إني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن المستهزئين ما عفى عنهم أبدا، اللي كانوا يستهزئون بالله وبنبيه وبالقرآن ما عفى عنهم. واحد من عندهم اعتقلوه النبي بعد في المدينة المنورة، ما فاتح مكة، جابوا عند النبي. النبي عرفه، هذا الذي كان في نوادي قريش يجلس وينظم شعر، ذاك اليوم ماكو جرائد ومجلات هالأشياء، فكان الشعر ينتشر بسرعة، والشعراء حتى كان عندهم نوع من الصيانة، شلون يقول مصون دبلوماسيا، عند نوع من مصونية الشعر، بالشعر كانوا ينشرون الأشياء. هذا كان ينظم شعر ويجي في نوادي قريش ويستهزئ بالله وبالقرآن وبالنبي. قال يا محمد اعفو عني، عندي زوجة عندي أولاد. قال له بشرط واحد، أنه بعد ما تروح تستهزئ في نوادي قريش أن لا تذهب إلى مكة وتقول خدعت محمدنا. صلى الله على محمد وآل محمد. قال اعطيك كلام، خلص ما راح. رجع لهناك قال خدعت، قلت له زوجتي وأولادي وهدني، وقام يقعد ويقوم وناظم له قصائد وأبيات ويقراها ويستهزئ بالنبي. النبي اشترط عليه شرطين، الشرط الأول أنه لا يستهزئ مرة أخرى، الشرط الآخر لا يشترك في قتال النبي، ليجي مع قريش مرة ثانية. هذا مغرور، اجوا في معركة من المعارك وعددهم كبير، وطبعا كانوا يجون حق شنو؟ حق الغنائم، أنه نقتل المسلمين حصل غنائم، حصل بيوتهم نسوانهم أموالهم. هم اعتقلوا أسير جابوا عند النبي. النبي قال ما اشترطت عليك، رحت إلى نوادي قريش وقلت أنا خدعته، واشتركت مرة ثانية. النبي شال سيفه يريد يضربه، بحياة النبي بيده ما قتل أحدا إلا هذا فقط، واحد هذا المستهزئ. رفع السيف عليه، قال من للصبية يا محمد؟ قال النار، وقتل. مستهزئين أمرهم خطير جدا، لأنه مو فقط يحقر، يسقط قيمة هذا الشيء. لذلك قضية الاستهزاء مو قضية بسيطة. وقد يكون واحد يسأل ليش واحد يستهزئ بالثاني؟ يستهزئ لأنه عنده مال. أغلب الأغنياء مع الأسف الشديد يحقرون الفقراء، يقعد له سيارة آخر موديل، عنده خدم حشم حراس، فيستهزئ بالفقراء لأن عنده مال. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، جمع المال فصار هماز لماز. أو فرحوا أحيانا العلم، لأن عنده علم يحقر الجاهل. عمي ما يجوز، ما كان عندك علم. معلم يستهزئ بالطلاب، يضحك عليهم. حتى لو رجل دين عالم كبير، جاء واحد جاهل سأله سؤال، ما لازم يحقره، ما لازم يستهزئ به، حتى لو سؤاله يضحك. افترض كان واحد ما حد كان يشك في علمه حقيقة، ما أجيب الأسماء والأماكن، بس ما كانوا يدرسون يمه، مع أن الكل كان متفق على أن هذا علمه كلش ممتاز ودرسه كلش ممتاز، بس ما حد يحضر عنده، واللي يحضر عنده يوم يومين وبعدين يبطل. ليش؟ لأنه إذا واحد سأل السؤال يبين ما فاهم الموضوع، يقول له يا حمار أنت ما سمعتني. من مستعد أنه واحد يقول له حمار ويهينه؟ عم الإنسان يريد المال بس مع الكرامة، يريد زوجته مع الكرامة، يريد العلم مع الكرامة، يريد المنصب مع الكرامة، مو بدونه. أي واحد راح عنده قال له حمار على فت سؤال،
كلهم شردوا من عنده، بقي وحيدا فريدا. بس يوم القيامة الله قاعد يحاسبه على الكلمات اللي قالها. الله يقول فرحانين بعلمهم، ها حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحيانا القوة، المنصب، لأنه منصب عالي يستهزئ ويحقر الآخرين، مدير دائرة يحقر الموظفين تحت إيده، رئيس دولة يحقر أبناء الشعب. ومع الأسف هذه حالة عامة أو عامة، إلا من عصم الله، إلا من رحمه الله. صارت عندك أموال أو صار عندك علم أو صار عندك قوة ومنصب، هنا مكان أن تتواضع أكثر، مو تتكبر أكثر. من أشد منا قوة، من أقوى؟ يوم اللي أقوى لازم يستهزئ بصاحبه مثلا. وهذه القضية كثيرا ما نشاهدها عند الموظفين الكبار، عند أصحاب الأموال، وعند أصحاب العلم. شوف، ولا ترفعني، عبارة الإمام زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق، ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها. لازم القضية بالعكس، تريد تبني لك منارة لازم الأساس يكون كلش تنزل بالأرض، تريد أنت تكون في داخل المجتمع منارة لازم نفسيتك وشخصيتك بالأرض مو فوق. ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها. أنا هذا المثال ضارب لبعض الأخوة، قال يعني شنو؟ قلت له أنت كنت مجرد كاتب في دائرة، في يجون ناس مراجعين عندهم شغل وياك، لازم تتواضع لهم بمقدار معين، تتواضع. بعدين صرت مسؤول، لازم تواضعك أكثر. إذا صرت مدير الدائرة، إذا دخل عليك المراجع لازم تقوم من مكانك، ترحب بي، تقعد مكانك وانت توقف قدامك كأنه انت المراجع مو هو. هذا معنى ولا ترفعني في الناس درجة إلا وحطتني عند نفسي بقدرها. ليكون العلم يسبب لك غرور والعجب، صار عندك عجب، أنا أنت منه. شاف أحد الولاة يمشي، طبعا الوالي سابقا كان يمشي وهو راكب على الفرس ولابس جبة خز ومجموعة من الحرس والخدم والحشم وراه، فهذا مر عليه ما سلم، قال له تعال، ما عرفتني؟ قال بلى عرفتك. قال ليش ما سلمت عليه؟ قال النبي قايل الراكب يسلم على الماشي والماشي على القاعد، اللي فوق اللي أكبر لازم يسلم على الأصغر مو بالعكس، اللي أكبر يتواضع للأصغر مو بالعكس، العالم لازم يتواضع للجاهل مو بالعكس، القوي يتواضع للضعيف مو بالعكس. قال لي يعني ما عرفتني أنا والي؟ قال أولك نطفة وآخرك جيفة وما بينهما تحمل العذرة. شو أسوي لك أنت؟ مصنع شنو؟ مصنع أنه الطيبات تأكلها تحولها إلى خبائث. الإنسان جسمه شنو؟ مصنع خبائث. هالتفاح الطيب، هالريحة الطيبة يأكلها يحولها إلى شنو؟ أنت شنو؟ أولك نطوة وآخرك جيفة يذبوك بالقبر وما بينهما تحمل العذرة. شنو لازم أتواضع لك؟ أنت لازم تتواضع لك. على كل حال، إذن قضية الاستهزاء بالآخرين، إهانة الآخرين، تنابز بالألقاب، الهمز، اللمز، هذه الأمور السخرية، هذه حقيقة ليست ذنوبا واحدة، هي مجموعة من الذنوب تجتمع في مكان ما. زين، واحد سوى هذا الذنب، الله يقول ترى لازم تتوب، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. انت ظلم سويت. بس ما نتكلم حول انه احيانا كلمة صغيرة تسبب حرب، احيانا كلمة صغيرة تسبب فتنة ما بين بعض الاقوام، هذا ما على نبي. بدون هذا السبب، مجرد انك تستهزئ بغيرك او تلمزه او تغمزه او تأشر عليه او تستغيب، هذا ظلم. اذا متتم
إذا تبت زين، بس إذا ما تبت ترى أحسب حسابك يوم القيامة يخلوك مع الظالمين، فرعون، هامان. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم القيامة رب العالمين يفصل الأنبياء مع الأنبياء، الأولياء مع الأولياء، الصالحين مع الصالحين، الظلمة مع الظلمة، الطغاة مع الطغاة، السراق مع السراق، يخلوك مع الظلمة، صار الظالم، فما يخلوك بصف الأنبياء والأولياء. من نعم الله علينا، نعم الله وايد، الله عنده نعم مادية وأكو نعم معنوية. نعم المادية هذه نعمة أجسامنا، نعمة عيوننا، أيادينا، أرجلنا، شهواتنا، رغباتنا، الأطعمة، الأشربة، الفواكه، الأشجار، المناظر، المياه، الجبال، هاي نعم مادية. أكو نعمة معنوية، عندنا نعمتين معنويتين مهمتين، نعمة الهداية ونعمة التوبة. أو رب العالمين يهدينا، يخلق فينا فطرة، يخلق في داخل الإنسان نفس لوامة تلومه على الأعمال غير الصالحة، وأيضا يفتح لباب التوبة. زين ارتكبنا هذا الذنب شو نسوي؟ ترى الباب مفتوح، الباب مفتوح، باب التوبة مفتوح دائما. ولو أن أحدا ارتكب ذنبا فمن الجيد بمجرد ما ينتهي راحة الفكر الخمر السكرة وإجت الفكرة كما يقول المثل، خليه يستغفر الله فورا. الشيطان شي يسوي الإنسان؟ يدفع إلى أن يرتكب الذنب، بعدين ينسي التوبة، أو يقول الآن بعدك وقت، ما في داعي أنت الآن التوب، الآن نقول استغفر الله، فورا نقول استغفر الله. أن تأتي يوم القيامة وفي صحيفة أعمالك ذنوب وبعد كل ذنب استغفار، أحسن من أنه تأتي وماكو استغفار وراء الذنب، بشرط أن لا يكون استهزاء بالله، لا يكون استهزاء. زين، الروايات اللي تتحدث في هذا المجال عن قضية حرمة شخصية الأفراد، حرمة سمعة الأفراد، حرمة ما يرتبط بأعراضهم، طبعا كثيرة، لكن أنا أقرأ أقرب من جملة الأشياء. شايف بعض الأوقات واحد يجي صادق ويا صاحبه يقوم يسجل عليه مثالبه، نقاط ضعفه، أخطائه. أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته، عثراته، سقطاته، أخطائه، خطيئاته، ولا يسجلها عنده، وزلاته، ليعنفه بها يوما، حتى يوم من الأيام هاي يذكرها إليه إذا راد يشرب. إن الله، زين نستهزئ بالشخص، ولعل هذا الشخص من أولياء الله، أنت ما تعرفه، شنو أولياء الله يلبسون جبب فاخرة ويجون بسيارات ضد الرصاص؟ غالبا ما أولياء الله أو كل أولياء الله كانوا زهادا، وشرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك، عملوا بهذا الشرط. لا ثيابهم ثياب الأغنياء، ولا أكلهم أكل الأغنياء، ولا مركوبهم مركوب الأغنياء. إن الله كتم ثلاثة في ثلاثة، كتم رضاه في طاعته. ما معلوم يا طاعة من الطاعات رب العالمين قبلها من عندك؟ لتكون زاهد في طاعات الله، لتكون زاهد في المستحبات، وكتم سخطه في معصيته. يعني رب العالمين شخص يعصي مرة مرتين، ما معلوم يا معصية رب العالمين أدى سخط عليها، وكتم وليه في خلقه. فلا يستخفن أحدكم شيئا من الطاعات، فإنه لا يدري أو لا يدرى في أيها رضا الله. ولا يستقلن أحدكم شيئا من المعاصي، لا تقول هاي معصية صغيرة، لا بيها زنا، لا قتل نفس، لا سرقة، مش مدري، لعل الله أخفى سخطه في هاي المعصية الصغيرة. ولا يستقلن أحدكم شيئا من المعاصي، فإنه لا يدري أو لا يدرى في أيها سخط الله. ولا يزرأن أحدكم بأحد، لا يحقر واحد إنسان ثاني من خلق الله، فإنه لا يدري أو لا يدرى أيهم ولي الله. مش مدري هذا مو ولي من أولياء الله. إذن فيما يرتبط باللسان، فيما يرتبط بالاستهزاء،
هذه الآيات المباركة بعد أن تحدثت عن حق الله وعن العلاقة مع الله بالطاعة وعدم التقدم على الله وعدم التقدم على رسول الله، وتحدثت أيضا عن مسألة الفاسقين وعدم الأخذ بكلامهم قبل أن نستبين مما قالوا، وبعد أن تحدث ربنا تحدث أيضا حول الاستهزاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.